السلام عليكم خوتي الاعزاء، صباح الخير عليكم. كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اخوتي الاعزاء، بغيت نقول لكم اللي اول مره كيتفرج في القناه ديال الطاكسيو غادي يهود لتحت، دير لنا واحد سبسكرايب، خلي لنا شي كومونتير زويون، راني معروف عليك كنرد على لي كومونتير كاملين. الحلقه ديال اليوم اخوتي معنا واحد الرابور اللي جا عندنا من مدينه سلا، وخليكم معايا ما تزابيوش باش نستقبلوه كاملين. راني مشاو لك هي صلابهم درهم حاج بطالة، وصحاب لي قلتو صحاب كيقولو واش هاد الحالة، صرف اخيو كي قلت لك الوقت بدالة، الله يطلق اسراحك مسجون وشانا نانا. اشراني مشاو لقريه سلامهم درهم حيت بيطار، اصحاب لي قلتو صحاب تيقولو اش هاد الحالة، صرف اخيو كي قلت لك الوقت بدالة، الله يطلق اسراحك. الصديق ديالي رجل عندنا زيارة مسلة، بعد اول حاجة اخويا اشرف خصنا تقدم لنا الجمهور راسك. انا اشرف الليبي اي كي اي اشرف الليبي، ساكن بين سلا وجيت من سلا الفارس. مرحبا بك. واحد البلاناش واحد البروجيات، داكشي خليوه في الخفاء ان شاء الله يكون داكشي مفاجئ. خليوه سكري خليوه بوحديتو على جنب العز، ما عليناش ان شاء الله. كاينه موسيقى زوينه وان شاء الله تكون شي حاجه مع عمي الطاكسي يونس، احسن ضروري 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 ومؤكد تكون مع شي حاجه من القلب ان شاء الله. خدمه زوينه ان شاء الله. كنقول كاع الناس فهمتيني، تنحبوكم من القلب وديديكاس لكاع الرجال، وفريمو فاس حاكمه العالم. فريمو حاكمه العالم، حاكمه العالم بالرجوله اللي بحال يونس. العز اخويا اشرف ليك بربي، اخونا اشرف صراحه الله يعمرها سلعه، الله يجعل ربي يوقف معاك والله يسترك. بالنسبة للجديد اخويا ديالك اخويا اشرف، الجديد خصك تقولنا عليه، واش الجديد واش خدام على شي البوم ميكستيب؟ خدام اخي دابا على بينا شنو كاين، حيت راك خبرتي اخر تراك واقيلا لحتي هذه شي 3 شهور ولا 4 شهور. اخر تراك لحتو يمكن في العيد، قبل العيد ديال رمضان. ياك قبل رمضان في العيد، ليلة العيد لحتو. حيت كان داك النهار واحد النهار ذكرى في حياتي، وكانت واحد الرسالة اللي سميت تراك اليقين في الله. العز داك التراك من القلب، داكشي اللي عشناه في حياتنا معانا اوندي كابي راكم تتعرفو اخوتي، والحمد لله عاشقين المستحيل اليقين في الله، ولقتلنا مع الرجال سيف ثقيل كما تيقولو، وان شاء الله كاينه موسيقى. وهادوك الناس اللي ما تيحملوناش، وانا اخوتي عامرين وافكر راسو تديرو معانا تمكريب. علاش علاش قولوا لي علاش علاش؟ واحد القضيه اخوتي، واحد الميساج خليوه لنا في كومونتير، علاش تديروا معنا التمكريب؟ ابر 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 على التمكريه. واحد القضيه اللي بغيت صراحه الله انا اللي كنشكر عليها اشرف بزاف، هو انه راه الاعاقه كاينه في العقل، والله ماشي في الجسد، ولا كاينه الاعاقه كاينه في العقل، حيت كما كيقول لكم خويا اشرف العزيز اون دي كابي، يعني ماشي ولد عائله اللي لاباس عليها تسمعوا، ولا ولد عائله او عائله بسيطه جدا، وكما شفتوني في شوف تي في وشوف شي بلانات اخرين، يعني راه خدام على راسي وتنتقاتل حيت الوقت هكا بغات، فهمتيني صعيب تعيش بلا هدف، صعيبه فهمتيني، ضروري دير بينك الهدف، ولكن انا راه مريض وتنتقاتل، يعني رغم الاعاقه ويعني داك الاعاقه انت ما كتعتبرهاش حاجز اخي اشرف، وهذا هو حتى ربي سبحانه وتعالى هكا فهمتي خلقنا، ماشي زعما انايا، ربي سبحانه وتعالى هكا خلق الموصى المؤمن موصى فهمتيني، اللهم لك الحمد. وانا قبل اشرف ليبي ابي جيش القباع مليونير كنشوفك برا، انا وكرس حبي عايشين لافي، ماكزي شريفة سين مور كلافي، لقيت لك انا بغيك يعني مسر قلب صافي، مي اموري بين الفحيوطة والضو طافي، انا جامي كنت بدال طامغة في الحلال ضيرين بي رجال. وانا قبلت من الانترفيو فاش كنا تلاقينا انا وياك بقينا كنتناقشوا، قلت لك اخي اشرف يعني القضية اللي عجبتني فيك هي انك
اللهم لك الحمد، يعني عندك صراحة الله قلب كبير وفرحان والله العظيم. وشوف خوتي العزاز، من القناة ديال الطاكسيور غادي ديروا شي هجوم مضاد على خويا أشرف الليبي، وراه غادي نخلي لكم القناة ديالو في الوصف، ديروا شي هجوم، راه كيدير خدمة زوينة وموسيقى زوينة، ومازال كاين الجديد، راه عنده الاستوديو ديالو في سلا، ودابا الحمد لله راه جا يعني درنا زيارة من سلا الفاس، حيت عنده شي خدمة هنايا راه خدام عليها، وكنشكروه من هذا المنبر هذا. وديروا شي هجوم على القناة ديالو، راه شي حاجة عنده زوينة. العز خوتي، تنشكركم بزاف، سمحوا لنا تقلنا عليكم. أشرف اللي بياك كدير والتواضع الحمد لله، وكا الله يقسمنا مع الرجال على عمي يوسف العز، هاد الساط هذا راه ما كاينش فحالو لله خطاك، وحق الله. ومنساش ديديكاس لخويا موعد الصغير العز، سرسر التليفون وراني نادم على التعريجه، راه التفوان طمعتني حولت فويجه، راه كلشي تيفوت تيبقى خيول افوت، ما نافصوش ما دبيش قلبكم يموت، لعقل إلى طعف سردلتي قصي الحوت، المغرب مكبوش كوزينة جوج بيوت، الله يطلق أسراكم يا اللي دابا مورا الصور، تعني كنت برجلية مدرسة كرسي تيدور، وإن شاء الله غدوة خير تلقى لأمي ما بخير، وترد تلعب تبسيمة ما تنساش ربي كبير. راني مشاو لقرية سبابهم درهم حج بطالة، وصحاب لي قلتو صحاب كيقولو واش هاد الحالة، صرف اخيو كي قلتلك الوقت بدالة، الله يطلق سراحك مسجون وتانا نانا. راني مشاو لقرية سبابهم درهم حج بطالة، وصحاب لي قلتو صحاب كيقولو واش هاد الحالة، صرف هذا تنعرفو، ومنين جيت الفيس تلاقيش معاه تراب الرجال واليقين في الله. هذه هي القضية باش كيعجبني خويا أشرف أخوتي، هي هذه ديما اليقين في الله. شي كلمة أخيرة للجمهور ديالي، للجمهور ديالك. تنحيي الناس اللي تتكومونتي وتتجمجم على عمي الطاكسيور تي في، وكنقول لكم زيدوا دعموا عمي يونس وزيدوا بارطاجوا معاه، حيت عندهم ما يقولوا، عندهم مفاجآت تبارك الله، دماغو عامر وكاين تيفكر في شي حاجة ديال بصح ديال الماشي ديال الكذوب ولا كذاك، خدام على شي حاجه اللي بصح بالنيه ديال المعقول، وتيبغي الدراري الخير، ماشي شي واحد اللي حقاد ولا ميكروب. تنقول لكم زيدوا دعموا عمي الطاكسيور العز، وكاملين سيوفات تقال، والعز للرجال فيما كانوا، وفاس حاكمه العز.